ما كاينش واخا بيناتنا فرق ديال 10 سنين راه ما كاين، ما عنديش المشكل انا يعني، ومن الحب ما قتل. لا لا هو ما مزوجش بي على قبل البوز ولا الفلوس ولا شي حاجه، محزوقه القضيه كاين والو، قضيه محزوقه. كنا تعلق بشي وحده باقا صغيره غيلقى معايا هذا المشكل، لا ما ديرش معاك هادي كليب، لا ما تصورش معاك هادي، لا ولكن انا كنقول لي خذ راحتك دير اللي بغيتي. لا دوك الناس اللي كينتقدوه انا غيلقاو معايا مشكل، حقاش راجلي هذا. وهذا شحال كان حبنا زوين وصافي، ودابا بسال ولينا نسيو في الماضي، وفين حلاوة لسان وقت البرد يكون دافي، اللي شفته منك كافي وبركة اكتافي، وعمري ما ظنيت غيجي نهار وترجعي، وفي عيني صافي نسيت راكي عارفة طبعي، واش نسيتي اللي درتي من اللي مشيتي وغدرتي، ودابا غنقول لك انا كان بغيك وكان بغيك. السلام عليكم، معكم ولد نجمة راجل نسرين. السلام عليكم، معك نسرين مرت ولد نجمة. انا في الاول كنت كنشوفه في واحد الكافي كنريح فيها، ومن بعد وليت كندوي معاه عادي، وليت ولا صديق ديالي، ومني دازت 3 شهور ويقول لي راه انا طورت العلاقه، وقال لي انا كنبغيك وكنحماق عليك. قلت لي ما يمكنش 3 شهور باش كنعرفك زعما، ويقول لي هذا الشيء اللي كاين صافي، ودرتو حتى انا الشريك ديال الحياه ديالي. صراحه نسرين بدلات شي حاجه في حياتي. اش غنقول، حيتاش في الاول كانت بيناتنا غير واحد الصداقه، ويعني كنتلاقاو عادي كامي، ولكن من بعد اكتشفت وفهمت انه راه شي حاجه كتجذبني ليها اللي هي الحب. علاش لا نتزوج انا وياها ونكملوا ديننا وحتى حنا نولدوا وحتى حنا نعيشوا حياتنا كيف ما اي واحد كيعيشها. ما كاينش واخا بيناتنا فرق ديال 10 سنين راه ما عنديش المشكل انا يعني، ومن الحب ما قتل. لا نهائيا ما عنديش مشكل، راه الرسول عليه الصلاه والسلام كان مزوج بخديجه رضي الله عنها، كانت كبار منه وتزوج بها، هذا الشيء عادي وكنشوفوه يعني، ما غريبش علينا. لا نهائيا انا ممكن نشوفش في الهضره، ما كنتسوقش الهضره ديال الناس. لا بنادم تيهضر تيهضر كيف ما كان الحال تيهضر، حيت الا بقينا متبعين الا بقينا متبعين الهضره ديال الناس ما غاديش نعيشوا حياه، ما غنعيشوش حياتنا يعني. غادي انا واش انا مزوج بك على قبل الفلوس ولا على شي حاجه البوز؟ لا لا هو ما مزوجش بي على قبل البوز ولا الفلوس ولا شي حاجه، محزوقه القضيه كاين والو، قضية محزوقة. لا لا ما كاين لا فلوس لا والو، ما عندي والو انا والو، عندي الله باي، عندي الله هاد الساعة. لا انا فاش شوف الكافي ما كنتش كنعرفو نهائيا واش فنان، حتى واحد النهار ريحت حداه بحال هكا ويقول لي ويوريني في التليفون كتب ولد نجمة، وراني الكليبات ديالو اللي كيغنيه، الاغاني اللي كيغني. فرحت وقلت ليه الله يكمل عليك بخير، نكمل معاه ونوقف معاه حتى لاخر مطاف. لا انا متفتحه، انا اللي بغات تجي تصور معاه تجي تصور، ضحكتين. اللي بغات تجي تصور معاه مرحبا تجي تصور معاه، انا متفتحه، انا عقليتي في شكال، وانا هو المفتاح ديالك. حقاش دابا انا ربما هذا الشيء هو اللي عجبو فيا، كنا تعلق بشي وحده باقا صغيره غيلقى معايا هذا المشكل، لا ما ديرش معاك هادي كليب، لا ما تصورش معاك هادي، لا ولكن انا كنقول لي خذ راحتك دير اللي بغيتي. لا دوك الناس اللي كينتقدوه انا غيلقاو معايا مشكل، حقاش راجلي هذا، فهمتي يعني؟ كون كان بصح نيت راه ما غاديش يتزوج، واش كاين شي مثل اللي كيتزوج؟ راه ما كايناش. وهذوك اللي كينتقدوه راه يشوفوا خوتهم يشوفوا خواتاتهم، اما ولد النجمه راه ما فيه حتى شي حاجه، راجل. لا الوقيته اللي كان باغي يتزوج بهيام انا ما كنتش كنعرفه، واي واحد عنده ماضي، وكان باغي يتزوج بها، ولكن دابا باغي يتزوج بيا انا ما كنتش كنعرفه في ذاك الوقت، غتجيب عليه الضره. لا الحب ديالي
لا ما يجيبهاش، ولكن الا جاب عليا الضر صافي غنساحب ما بقاش معاه. احنا درنا واحد الحفله صغيره، خديت واحد الحلوه باش نحتفلوا بعيد الحب ونحتفلوا بالعلاقه ديالنا اللي اعلنا عليها، وفي نفس الوقت نحتفل باصدار الاغنيه ديالي اللي هديتها للحب ديالي. وهذا شحال كان حبنا زوين وصافي، ودابا بسال ولينا نسيو في الماضي، وفين حلاوة لسان وقت البرد يكون دافي، اللي شفته منك كافي وبركة اكتافي، وعمري ما ضنيت غيجي نهار وترجعي، وفي عيني صافي نسيت راكي عارفة طبعي، واش نسيتي اللي درتي من اللي مشيتي وغدرتي، ودابا غنقول لك انا كان بغيك وكان بغيك. الحمد لله الحمد لله، يعني بديت كنلقى واحد الاقبال كبير، يعني انا عندي متتبعين نقيين، وبالنسبه لاي واحد غينتقدني ولا شي حاجه راه الله يهدي ما خلق. الجديد ديالي هو انه انا دابا في واحد نقدروا نقولوا في واحد العطله، يعني ما كاين حتى شي كليب ما كاين حتى شي اغنيه، حيت يلاه حطيت الاغنيه ديالي الكليب ديالي الثاني ديال كندير تنساها. دابا انا كاينه مع الحب ديالي والمدام ديالي المستقبل، عروسه المستقبل، وقريب ان شاء الله غنديروا الخطوبه ديالنا، وغنديروا ان شاء الله واحد الحفله كبيره ديال الخطوبه، وان شاء الله اللهم يسر. نقدر نعرض على هويا مستار، هويا مستار معايا واخا عندي معاه مشكل، نقدر نعرض على يعني نقدر نعرض على زكريا الغفولي اكيد، حيت زكريا الغفولي هو الفنان المفضل عندي. راه غيجي بالفلوس هذا غيجي فابور، ما غيجيش بالفلوس، علاش غيجي زكريا الغفولي يخدم لنا حنا فابور شهر العسل في تركيا، حيت انا كندير كان يعني نقدر نمشيو شهر العسل، يعني مالا تركيا غالي يعني نمشيو، حيت لي تركيا. علاش اختاريت تركيا؟ حيت انا كنحماق على دولة تركيا، وحيت كندير الدبلجة ديال المسلسلات التركية، داك الشيء علاش اختاريت تركيا. رسالة للجمهور ديالنا، شكرا بزاف على المتابعة، وكنتمنى نكونوا وافيين على قلوبكم، ونكونوا دخلنا على قلوبكم بشي حاجه زوينه، وان شاء الله تستناو الجديد ديالنا، ان شاء الله غتشوفونا ديما مع بعضياتنا انا والحب ديالي نسرين. نوجه تحيه للجمهور بشي دعوات زوينه، الله يكمل علينا بخير والله يسهل علينا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.